كنمشيو 3 كيلومتر ديال الطريق، ضرب لي 3 كيلومتر في 6 ديال المرات شحال غادي تساوي؟ راه الامهات راهم عياو وكنطالبوا بالمدرسه، ان المدرسه هي حدانا حدا الباب، وكنضربوا 3 كيلومتر. ولهذا ان المدارس كلهم عمرو، المدارس كلهم هزوا علينا يديهم، قال لك ما بيديناش عليكم، يعني حتى شي مدرسه رفضت الوليدات ديالنا، وحنا اليوم راه الوليدات ديالنا ضايعين. الا ما حلاتش هاد المدرسه راه الوليدات ديالنا ضايعين، لا مرافق عموميه لا حتى شي حاجه ما عندنا، غير العمارات واقفين والمرافق ما كايناش، المدرسه ما كايناش، حتى شي حاجه ما كايناش. كنتمنى هذا نداء، هذا نداء لسيدنا، كان الله ينصره الله يطول في عمره، كنقول ليه بان انت كتحارب الهدر المدرسي، والدوله ديالنا راه كتشجع على الهدر المدرسي. الا ما حلاتش المدرسه هنايا راه غادي يكون الهدر المدرسي بزاف وبلا قياس هنايا. وكنشكركم. محمد السادس ملكنا واحد. الجزيره ما عندهاش المدرسه، ما عندها حتى شي حاجه، الصلاحيه ما كايناش عندها بالجزيره. ولادنا تيطلعوا القنطره السكه والماشينه وكل شيء، ولادنا ضايعين. الله يرحم بكم الوالدين ولا الحل، ضايعين ولادنا. طوموبيلات كل شيء كاين، كل شيء اكسيده عندها بالجزيره. عاش محمد السادس، عاش محمد السادس. بغينا المدرسه، عاش، بغينا المدرسه، بغينا الحقوق ديالنا، بغينا كل شيء. شكرا اخويا الله يكمل، شكرا. سبب الوقوف في هذه المدرسه هو خيات الساكنه هذه راه كتعاني من قله المدرسه. المدرسه وعدونا بها في الطابلو باش تتشرى العماره، كيقول لك راه كاين المرافق الصحيه، كاينه مدرسه. تلهينا ودخلونا لواحد الدوامه ديال الكريدي، راه هي دابا انا كيشري دابا الدار وكيبقى ملهي مع الكريدي ونسى الدراسه. اليوم ولدك صغير غتغلب عليه في الروض، غدا ولدك غيبغي يكبر، فين هي الدراسه؟ فين هي المدرسه وهي مفتوحه؟ راه كيتسناو دوز واحد المده ديال 5 سنين غيبيعوها. وهاد الوقيته اللي حنا دايرين فيها هاد الغوات راه هي الوقيته اللي خصها تتباع، لان الساكنه استلمت العماره ديالها، البارتومون ديالها 5 سنين دابا في شحال هاد البروجي. هاد البروجي دابا راه هو في 5 سنين خصو يتباع. راه ديجا تباعت مدرسه بحال هاد الشكل هذا هنايا في بندريس. دخلوا الناس تلاهاو مع السكان، هادي من هنا من هنا، داز 5 سنين تباعت المدرسه اكبر من هادي. ولادهم هما تيجيو من بندريس تيقريوهم هنا. وهاد الناس الله يهديهم، الله يدير لهم شي، الله يدير شي تاول الخير. الوليدات عندك؟ انا عندي 3 الوليدات، يعني 3 الوليدات باش نولي انا نقريهم واحد المسافه ديال 5 كيلومتر، ويجيو ب 5 كيلومتر 10 كيلومتر. وراك عارف هاد الجيل دابا ما ولاش مستعد، البنيه الصحيه ديالو ماشي هي اللي كانت شحال هادي اللي قرينا فيها حنا. انت تتشوف دابا هاد الدري هذا، هاد الدري هذا غيمشي يقرا السابعه، غيضرب 10 كيلومتر 5 كيلومتر الي و5 كيلومتر روتور. كيتعرض للشتا، كيتعرض للكلاب، كيتعرض للكريساج. وزائد هاد الشيء المراه مولات الدار كتولي هي اللي كتقرا، كتولي هي تمشي وهي تجي. يعني شنو هو هاد الشيء هذا؟ وبزاف 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 وبزاف. مشينا للنيابه، عطانا الكتيبه ديالو باش تستقبلنا، قالت لنا صافي اذا تفاجئنا راه خصها الماء والضوء، سيروا ركبوا لها الماء والضوء واجي نحلوها عليكم. والاجوبه راه كتكون عند المسؤولين، والله يهدي الجميع. وعاش الملك، الملك ديالنا راه عطى بزاف التصريحات، ولكن راه الشعب اللي تحت منه، المسؤولين اللي تحت منهم راه ما نكذبش عليك، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. سيدي انا بالنسبه لي كهاد الاخوان كاملين اللي كاينين هنايا، ولادنا وصلوا للاعدادي، بغيناهم يدخلوا من المؤسسه اللي كانت مقررين انها تفتح نهار 2 اللي فات بالاسم ديال المدير الاقليمي اللي كان جلسنا معاه، درنا معاه واحد اللقاء، قال لك نهار 2 اللي فات بانها غتفتح. تنتفاجئوا نهار 2 ما كاين حتى حاجه. سولنا شنو واقع، قالت لنا بالنسبه ل هذيك الكاتبه ديالو، قالت لك اسيدي ما عندي ما ندير لكم حق، عرفتي اش غديروا؟ راه خاص الماء والضوء، سيروا خلصوا لنا، سيروا جيبوا لنا المكانه ديال الماء والضوء لهذه المؤسسه إلا بغيتوا هذه المؤسسة تحل. درنا كما قالوا، درنا بالرأي ديالو، ومشينا تنسولوا الجماعة، تيتفاجئوا أنهم تيتهكموا علينا، تيقول لك واش كاين شي مواطن غايجي عندنا ويقول لنا جيرا المكانة واحد المؤسسة حكومية غديروا فيها مواطن غيدخل المؤسسة حكومية الماء والضوء. ملي رجعنا لعندو قال لك ما عندك ما ندير لكم. أنت كي تشوف دابا اليوم على غدا، وحنا راه تقريبا أنتم في هذه الحالة من 2018، ولكن اخر الاحداث انها غتفتح راه غات السيمانه اللي فاتت، دار معنا بان نهار 2 غتفتح. ها 2 دازوا ما كاين والو، بهاد الطريقه اللي دار لنا ديال خصها المكانه ديال الماء والضو. كاينه 140 اللي باقا ما مقيداش دابا حاليا في مولاي رشيد،
مؤسسه مولاي رشيد فيها الاقتضاد، واخد اكثر من السعاب ديالها وفيها شي 140 باقين. قال لك اش غايديروا؟ غايهزوا ولادنا غايديروا منهم واحد هادو اللي ما مقيدينش وغايديوهم لواحد المؤسسه ديال الحلاله. هاد المؤسسه ديال الحلاله خاصك ليها القليله واحد 15 كيلومتر، فيها سكه وفيها طريق، طريق كبيره رئيسيه رقم واحد. دابا حاليا تندي ولادنا لمولاي رشيد، مولاي رشيد باش توصل ولادك كاينه واحد 3 كيلومتر حتى 5 كيلومتر. غا هو ماشي الكيلومتراج المشكل، المشكل عندنا واحد النقطة سوداء. عندنا نقطة سوداء تما هي كاينه واحد السواني. هاد السواني هذا هاد الإخوان هادو قليلة كاينه واحد 25% عندهم كريساج ديال ولادهم تكريساو. دابا هادو 25% دابا الإخوان طلبوا منهم أنهم يجبدوا لي سيرتيفيكا ديال الكوميسارية أن ولادهم راه تكريساو في هذيك النقطة. أنا أم لجوج دراري وهانتوما كما كتشوفوا العيالات واقفين هنايا باغيين المدرسة حكومية أنها تحلينا، وكنطالبوا نداء لمحمد السادس لأن الناس المسؤولين ما استمعوش لينا وعينا ما نجريو. دابا بقى لنا نداء واحد محمد السادس أنه يوقف معنا وأن المدارس يتحلوا لنا ويبنيوا لنا مدارس. ما عندناش مدارس، كنعانيو معاناة كبيرة أن الدراري كيعضوهم الكلاب الضالة وتكريساو وكيقوم مصيفطينا 6 كيلومتر مصيفطينا لواحد المدرسة خصنا نقطعوا القنطرة، وحنا حدانا مؤسسة ما بغاوش يحلوها لنا، ما بغاوش يحلوا لنا المؤسسة ديالنا. هذا نداء من هاد العيالات كاملين لمحمد السادس أنه يوقف معانا، راه صافي عيينا الصيف كامل وحنا كنجريو، ومن 2018 وحنا كنعانيو على المدارس، تعانينا باش حلينا ابتدائي ودابا كنعانيو باش نحلوا الإعدادي. ما كايناش ابتدائي، ما كايناش إعدادي، وما كاينش ثانوي. واش هذا ماشي عيب؟ شو شحال ديال السكينة كاينة وما كاينش مدرسة فين يقراو؟ المدارس البريفي الخاصة هما اللي كيقراو، وولادنا ما كيقراوش، ولادنا كيعانيو. دابا ولادنا شهر تسعود قرب يسالي ولادنا جالسين في الدار، حشومة. عيب هذا، عيب. هذا نداء لمحمد السادس من هاد العيالات كاملين انه يجي يوقف معنا ويشوف لنا الناس المسؤولين يحلوا لنا المدارس. راه ما كاينينش مدارس هاد البلاصه سعيد حجي بوشوك، ما كاينينش مدارس، ما كاينش ابتدائي واعدادي وثانويه، ما كاينينش مدارس. راه كنعانيو من المدارس بزاف بزاف، جميع الابواب طرقنا ليهم ما كاينش اللي كيجاوبنا. كيبقاو يصيفطونا ويقولنا دابا نحلوا لكم المدارس، كنتسناو سيقنا المدارس بيدينا، دخلنا الماعي من عند الناس باش ولادنا يقراو. واش حنا في بادية؟ الباديه عندهم مدارس وحنا ما عندناش المدارس. السلام عليكم، انا كنمثل الجمعيه ديال الاباء والامهات ديال التلاميذ ديال مدرسه النجاح. بالنسبه للوليدات اللي طلعوا للسنه السابعه، كانت عندنا وعود بانهم التلاميذ اللي طلعوا من السنه السابعه غادي يلتحقوا بهذه الملحقه ديال دار البحر، ولكن مع كامل الاسف يعني كنا كنتظروا، كنا خبرنا الاباء وبان غادي تفتح مي في اول السنه الاعداديه هذه الملحقه ما تحلاتش، وهذا ما سبب ان مشاكل كبيره للاباء، كون ان الاعداديه ديال مولاي رشيد بعيده بزاف يعني، وعلى الطريق غير امن. وانا من الناس اللي بنتي تعرضت للاعتداء في الطريق ديال المدرسه وتعرضت للكريساج، وكنطلبوا من المسؤولين باش ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويحلوا هذه المؤسسه كملحقه. حنا عارفين بان كاينه اكراهات، ولكن فتحوا لنا كملحقه للوليدات باش يقراو، لان الموسم الدراسي بدا وكاين اللي باقي ما التحقش بالقسم، كاين اللي باقي ما عندوش مقعد في القسم حاليا في الاعداديه ديال مولاي رشيد. وكنتمناو هذا المشكل يتحل، المسؤولين ياخذوا هاد الوقفه وهذا الشيء ديال الناس ياخذوه بعين الاعتبار. ما تنساوش تابوناو في قناة اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارتاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور.